أستاذ جهاد، لا أدري ما إذا كنت قد استمعت أو شاهدت المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي، وإذا ما كنت قد لاحظت السؤال الذي طرحته الإعلامية الأمريكية المسماة أندريا. قالت له إن كان وقف إطلاق النار، وقف القصف الإسرائيلي على غزة، سيؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن، فلماذا لا تضغطون لوقف القصف الإسرائيلي على غزة لكي يطلق سراح الرهائن؟ هل هي مدركة لمدى البشاعة في حديثها هذا، إنه الضغط لوقف القصف فقط من أجل الرهائن وليس من أجل المدنيين في غزة؟ طبعا الإعلام الغربي يميزون بين الإسرائيليين أو اليهود والعرب، لا يوجد ثقافة لدى هؤلاء بأن العرب هم كالبشر كبقية البشر. لكن هذا سؤال في الحقيقة يشبه بوضوح كلام النازيين، يعني. نعم، هذا هو التمييز العنصري القائم لدى الغرب، لدى الإعلاميين. يعني سمعنا وشاهدنا كيف يتناول الإعلام الغربي والأمريكي والبريطاني والفرنسي حتى لكيفية التعاطي مع الشعب الفلسطيني. هم يريدون أن نبقى دون مستوى البشرية ودون الإنسانية التي يطلقون عليها، هذا أولا، ويريدون أن نبقى محتاجين للمساعدات الإنسانية دون أن ينظروا إلى الشق الآخر والأهم، وهو الجانب السياسي وحق الفلسطينيين في تقييم مصيرهم. وزير الخارجية الأمريكي استمر بنفس وذات النغمة وذات الموقف الذي أعلنه عندما زار إسرائيل كيهودي، وأعلن الرئيس الأمريكي بدعم لا متناهي للحكومة الإسرائيلية بقتل الفلسطينيين، حتى أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قد شارك في مجلس الحرب وقاد هذا المجلس لقتل الفلسطينيين. هم ينظرون، يريدون أن تنهي إسرائيل المهمة، وهي تهجير الفلسطينيين، قتل الفلسطينيين، والإبادة الجماعية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية. وماذا سيفعلون في الأرض المحروقة يا أستاذ جهاد؟ هل يخططون مثلا بإقامة كازينوهات قمار مثلا، يعني فنادق؟ هل سيحولون غزة إلى مناطق سياحية على البحر؟ أولا دعني أقول بأنهم فشلوا في الخطة الأولى، وهو تهجير الفلسطينيين، لأن شاهدنا وسمعنا وكان هناك موقفا عربيا موحدا، وخاصة موقفا مصريا مناهضا لأي خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. ثانيا هم يريدون الأرض، وبالتالي الصراع على الأرض يأخذونها إما للزراعة إما للمستوطنات وغيرها، وبعض القواعد العسكرية التي يمكن أن تكون لجيش الاحتلال الإسرائيلي. لا يريدون الإنسان الفلسطيني في هذه الأرض. هذا ينطبق على قطاع غزة كما ينطبق على الضفة الغربية، كما تحدث ضيفكم الكريم الأستاذ عماد قبل قليل. هم يغضمون الأرض في الضفة الغربية، يحاولون التضييق على الفلسطينيين. وسمعتم وشاهدتم تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريش بمحو بلدة حوارة وحرق بلدة حوارة، وقبلها كانوا قد حرقوا عائلة كاملة في دومق عام 2014 على سبيل المثال وغيرها. لذا الحكومة الإسرائيلية تريد التخلص من الإنسان الفلسطيني لتنهي مشكلته في هذه الأرض، لأن وجود الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة يقلق الاحتلال الإسرائيلي، يقلق إسرائيل، ويظهر أن هناك الصراع ما زال قائما، صراعا وجوديا بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي. والله هذه فكرة طريفة للغاية. هناك شعب يضايقنا ونحاول التخلص منه. هؤلاء الناس مجانين أستاذ جهاد أم ماذا؟ لأن الشعب الفلسطيني وجوده على هذه الأرض يذكرهم بأنهم استعمار خارجي، يذكرهم بالرواية التاريخية الحقيقية بالتاريخ. أيوة أستاذ جهاد، دون شك أنا أفهم ما ترمي إليه، لكن الفكرة في حد ذاتها جنونية إلى أقصى درجة. طبعا أنا بأيدك فيها، لأنه عندما نعود إلى ثقافة الإسرائيليين، وربما سمعت كثيرا، وهذه نموذج، وهذا نموذج ما سمعناه في خطاب في لقاء بايدن مع الصحفيين،
هذا هو النموذج. أن الشعوب العربية أو الشعب الفلسطيني تحديدا هو أقل إنسانية من الشعب الإسرائيلي، وبالتالي يمكن أن يستخدمه كما يشاء ويفعل به كما يشاء، طرده، قتله، لا يهم الإنسان الفلسطيني. وهذا عائد لتراث تاريخي لدى اليهود عمليا في أفكارهم، أن العرب، أن الأغيار وليس العرب، حتى المسيحيين والمسلمين والعرب والأوروبيين جميعا، الأغيار هؤلاء هم عبيد لدى اليهود، يعملون أمر لديهم مهمتين: العمل لدى اليهودي أو لدى الحركة الصهيونية ولدى الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي كعمال في الجانب الاقتصادي، وكحراس في الجانب الأمني لحماية وسلامة الإسرائيليين. هذا ما أرادوه للفلسطينيين، لكن الفلسطينيين يريدون ما هو أهم من ذلك، هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. طيب أستاذ جهاد، الوقت انتهى للأسف الشديد، هل يمكنك باختصار شديد أن تقول لنا ما الذي يمكن فعله في مواجهة كائنات من هذا النوع؟ نحن أقول أنه يعني الخيار الرئيسي لدى العرب اليوم، وهذا شاهدناه وسمعناه من الزعماء العرب في هذه اللحظة التاريخية، بأن الحل الأساسي حل المشاكل وتراكمها والموجات من العنف المتكررة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران، وتطبيق الشرعية الدولية بحيث يتمكن جميع الشعوب في هذه المنطقة بالعيش بسلام وأمن وحفظ الأمن والسلم الدوليين. هذا ما سعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوته للمؤتمر يوم غد السبت، من أجل الاطلاع أو تقديم رؤية مستقبلية لكيفية العيش بسلام في هذه المنطقة وإنهاء المعاناة الشعب الفلسطيني طبعا، وإقامة السلام في هذه المنطقة ومشاركة المجتمع الدولي بإقامة هذا السلام. والله لعل ذلك يكون يا أستاذ جهاد، لكن التشاؤم يغلب التفاؤل للأسف في هذا المشهد. شكرا جزيلا للأستاذ جهاد حرب، الكاتب والمحلل السياسي الذي شرفنا من رام الله.